بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 153. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع لقائنا بشيخنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر اتخاذ أماكن غير المساجد الثلاثة عيدا يعتاد وينذر له، قال: فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة للمجاور بها نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقف الحديث في الحلقة السابقة عند هذه اللفظة، أن الذي ينذر للقبور أو ينذر لسدنتها وخدمها أو ينذر لإسراجها وتنويرها أنه مثل الذي ينذر للصلبان التي يعبدها النصارى، لا فرق في ذلك، لأن الكل عبادة لغير الله أو وسيلة إلى عبادة غير الله سبحانه. والنذر للإثنين، النذر للضريح والنذر للصليب سواء في الإثم والعدوان. نعم. أو لسدنة الأبداد التي بالهند والمجاورين عندها. وكذلك الذي ينذر للأضرحة مثل الذي ينذر لمعبودات الهنود، لأن الهنود يعبدون الأنداد والأبداد، وهي أشياء يتخذونها من الآلهة، وربما يكون هذا ينطبق على الذين يصورون التماثيل في الهند، والبوذية اللي يسمون البوذيين يعبدون بوذا، يصورون صورة يسمونها بوذا ويعبدونها من دون الله. فالذي ينذر لهذه المعبودات عند الهنود مثل الذي ينذر للضريح عند المسلمين سواء بسواء، لأن الكل عبادة لغير الله وإعانة على معصية الله ونذر في معصية الله، فلا يجوز هذه الأمور كلها. نعم. قال: ثم هذا المال المنذور إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع، مثل أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين الذين يستعينون بالمال على عبادة الله وحده لا شريك له، كان حسنا. بقيت مسألة، نحن أبطلنا النذر لهذه المعبودات من دون الله سواء عند المنتسبين إلى الإسلام أو عند أهل الملل الأخرى، أنها كلها باطلة، والنذر لها ونذر الأموال لها نذر باطل ومعصية. إذن ماذا يصنع بالأموال التي أوقفت على هذا الشيء أو نذرت له أو تبرع بها له؟ هذا مال ضايع. الجواب أن نقول هذا مال ضايع ولا يتلف، وإنما ينتفع به فيصرف في مصالح المسلمين بدل أن يصرف في الشرك أو في وسائل الشرك، يصرف للمسلمين، لأنه مال ضايع، والمال الضايع يأخذه ولي الأمر ويصرفه على مصالح المسلمين. نعم. فمن هذه أو أن الناذر والمتصدق والمتبرع إذا تبين له ذلك فإنه يصرف هذا المال إلى مصالح المسلمين. نعم. فمن هذه الأمكنة ما يظن أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك. هذه موهومة، أكثر
أكثر هذه البقاع التي يعظمونها لأجل أنها دفن فيها نبي أو رجل صالح، الغالب أنها وهم ولا أصل لها، وإنما شياطين الإنس والجن حاكوا حولها الدعايات وقالوا إنها قبر رجل صالح أو نبي أو ولي من أولياء الله. وحتى لو ثبت هذا أنها قبر نبي أو قبر رجل صالح أو ولي من أولياء الله، لم يجوز أن تتخذ وثنا يعبد من دون الله. نعم. أو يظن أنه مقام له وليس كذلك، يعني مقام يعني مصلى له، قام فيه يعني صلى فيه وتعبد فيه هذا النبي أو هذا الرجل الصالح، هذا وهم. أول شيء أنه وهم ما له أصل، وثانيا لو ثبت فلا يجعل لهذا المكان خاصية وقصدا يقصد به. نعم. فأما ما كان قبرا له أو مقاما فهذا من النوع الثاني، الذي له خاصية حيث أنه قبر فيه فلان أو النبي، له خاصية من هذه الناحية، لكن هذه الخاصية لا تجعله يعبد من دون الله عز وجل. له خاصية من حيث يحترم فلا يهان ولا يداس عليه ولا ينبش، ولكن أن يغلى فيه وأن يتعبد له هذا أمر لا يجوز. نعم. وهذا باب واسع أذكر بعض أعيانه، فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق. هذا باب واسع اللي هو تعظيم الأمكنة التي لا أصل لتعظيمها. يقول الشيخ أعرف منها أشياء كثيرة وذكرها لأجل أن يستفيد القاري والسامع ويثبت له الشيخ أن هذا أمر واقع وليس هو من باب الخيال، وإنما هو أمر واقع عايشه الشيخ رحمه الله. نعم. فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، مثل مشهد لأبي بن كعب خارج الباب الشرقي، ولا خلاف بين أهل العلم أن أبي بن كعب رضي الله عنه توفي بالمدينة لم يمت بدمشق. أبي بن كعب رضي الله عنه من أكابر الصحابة وأكابر القرى ومن الأنصار رضي الله عنه، ومن السابقين الأولين للإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم أقرأكم لكتاب الله أبي، فله فضائل، لكن لم يدفن في الشام إنما دفن في المدينة، دفن في المدينة التي عاش فيها وشاخ فيها وتوفي فيها، ودفن في البقيع مع الصحابة رضي الله عنهم، ولم يدفن بالشام. وحتى لو ثبت أنه دفن بالشام لا يجعل هذا له خاصية لمكانه وقبره يعبد من دون الله أو يتبرك به، وإنما هو كسائر القبور. نعم. قال والله أعلم قبر من هو، لكنه ليس بقبر أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك. هذا المشهد لا يخلو، إما يكون كذبا وليس فيه أحد، وهذا حصل في كثير من المشاهد التي لما اختبرت لم يوجد فيها أحد، وإنما هي دعاية. وثانيا لو ثبت أنه قبر وفيه إنسان أو رجل صالح أو حتى نبي من الأنبياء، لم يجز أن يتخذ إلها مع الله سبحانه وتعالى ويتبرك به ويطاف به ويستغاث به، كل هذا لا يجوز. نعم. قال لكنه ليس بقبر أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك. بلا شك، هذا بالإجماع أن أبي ما راح للشام. نعم. وكذلك مكان بالحائط القبلي بجامع دمشق يقال إن فيه قبر هود عليه السلام، وهذا من أعظم الكذب، لأن هود ما ذهب إلى الشام، وإنما بعثه الله في الأحقاف إذ أنذر قومه بالأحقاف. بالأحقاف، والأحقاف في اليمن، فما دفن. يقال أنه هاجر إلى مكة بعد هلاك قومه، هاجر إلى مكة، فهو إما أنه دفن في مكانه الذي عاش فيه في الأحقاف، أو أنه دفن في مهاجره وهو مكة المشرفة، أما أنه ذهب إلى الشام فهذا من أعظم الكذب. نعم. قال وما علمت أحدا من أهل العلم ذكر أن هودا النبي عليه السلام مات بدمشق. ربما يكون اسم رجل غيره اسمه هود وظنوا أنه النبي. أنه النبي. وكثيرا ما تتشابه الأسماء كما سيذكر الشيخ، تتشابه الأسماء فيظنون يذهبون إلى الاسم الفاضل. نعم. بل قد قيل إنه مات باليمن وقيل بمكة، فإن مبعثه كان باليمن ومهاجره بعد هلاك قومه كان إلى مكة، فهو إما يكون مات في بلده وإما يكون مات في مهاجره. نعم. فأما الشام فلا داره ولا مهاجره،
فموته بها والحال هذه مع أن أهل العلم لم يذكروه بل ذكروا خلافه في غاية البعد، في غاية الكذب والبعد، لأن هودا عليه السلام ما ذهب إلى الشام ولا له علاقة بالشام، علاقته ما بين اليمن ومكة. نعم. وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشق يقال إنه قبر أويس القرني، وما علمت أحد أن أحدا ذكر أن أويس مات بدمشق ولا هو متوجه أيضا. أويس القرني هذا من العباد الصالحين من أهل اليمن، وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيقدم إلى المدينة، وأوصى من أدركه أن يطلب منه أن يستغفر له، فذهب عمر إلى وفد المدينة وسأل عنه حتى عثر عليه وطلب منه أن يستغفر له كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى العراق. أويس القرني ذهب إلى العراق ومات فيها، قيل إنه قتل في حرب صفين بين أهل الشام وأهل العراق مع علي رضي الله عنه، وقيل إنه مات بدون قتل، الحاصل أنه مات بالعراق، هذا الذي ثبت، ولا ثبت ولا روي أنه ذهب إلى الشام، إنما هذا من باب الكذب، أو يكون اسما لرجل اسمه أويس فظنوا أنه القرني. نعم. قال ولا هو متوجه أيضا، فإن أويسا قدم من اليمن إلى أرض العراق، وقد قيل إنه قتل بصفين، وقيل إنه مات بنواحي أرض فارس، وقيل غير ذلك، فأما الشام فما ذكر أنه قدم إليها فضلا عن الممات بها. هذا من ناحية التحقيق والتاريخ، لكن من ناحية الشرع حتى لو كان أويس رحمه الله ذهب إلى الشام ودفن فيها لم يجوز أن يتخذ قبره مشهدا يستغاث به ويتقرب إليه وينذر له، لا يجوز هذا، لكن هذا من باب التحقيق التاريخي أن أويسا وهودا وما ذهبوا إلى هذه الأماكن، وأبي بن كعب ما ذهبوا إلى هذه الأماكن، إنما هذا من باب الكذب. نعم. ومن ذلك أيضا قبر يقال له قبر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أنها رضي الله عنها ماتت بالمدينة لا بالشام، ولم تقدم الشام أيضا. نعم. وكذلك فيه قبر بالشام، يقولون أنه قبر أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وهذا وهم، لأن أم سلمة رضي الله عنها ماتت بالمدينة ودفنت بالمدينة، وما كانت تسافر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ماتت بالمدينة، هذا هو الثابت المتفق عليه عند أهل العلم، ولا ذكر أحد أنها ذهبت إلى الشام. قد يقال أن أم سلمة غير زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أم سلمة يطلق على نساء كثيرات، قيل إنها زوج يزيد بن معاوية اسمها أم سلمة، وقيل غير ذلك، فالحاصل أن أم سلمة أم المؤمنين ما ذهبت إلى الشام، هذا من باب التحقيق التاريخي. وحتى لو ثبت أنها ذهبت إلى الشام وماتت ودفنت، لا يجوز أن يتخذ قبرها وثنا يعبد من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تتخذ قبري عيدا، هذا قبر الرسول فكيف بقبر غيره. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله بل لعلها أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، فإن أهل الشام كشهر بن حوشب ونحوه كانوا إذا حدثوا عنها قالوا أم سلمة وهي بنت عم معاذ بن جبل، وهي من أعيان الصحابيات ومن ذوات الفقه والدين منهن. فيه أم سلمة هذه من فضليات الصحابيات ومن المحدثات عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولها فضائل، هذه ذهبت إلى الشام، لكن غير أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهم سلمة ثالثة وهي زوج يزيد بن معاوية، وهذه أيضا في الشام لكن ليست هي أم المؤمنين. نعم. أو لعلها أم سلمة امرأة يزيد بن معاوية وهو بعيد، فإن هذه ليست مشهورة بعلم ولا دين. نعم. أو قيل أن أم سلمة زوج يزيد بن معاوية، وهذه لا وجه لذلك لأنها ليست مشهورة ولم تعرف بدين ولا بعبادة، إنما هي كسائر المسلمات. نعم. وما أكثر الغلط في هذه الأشياء وأمثالها من جهة الأسماء المشتركة أو المغيرة. وجه الخطأ في هذا أن تكون الأسماء مشتركة، يعني عدة أشخاص يسمون بهذا الاسم،
ويكون أحدهم له فضل وله شهرة، فيظنون أن هذا هو المقصود من باب الظن والوهم. هذا إن أحسنا بهم الظن، وإلا فقد يكونوا متعمدين للكذب لأجل أن يغرروا بالناس، يقولون هذا قبر أبي بن كعب وهو كذب، ويقولون هذا قبر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذب، من أجل التغرير بالناس. نعم. ومن ذلك مشهد بقاهرة مصر يقال إن فيه رأس الحسين رضي الله عنه. رأس الحسين، ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة مستقلة في التحقيق في مسألة رأس الحسين، اسمها رأس الحسين هكذا، التحقيق في رأس الحسين وين ذهب وين دفن. هم يقولون أنه راح لمصر، ولذلك شيدوا المسجد الذي يقال له مسجد الحسين الآن، يقال إن فيه رأس الحسين، وهذا كذب، لأن رأس الحسين لم يذهب إلى مصر، هو قتل في العراق في كربلاء، ونقل رأسه إلى ابن زياد في العراق، هذا آخر الخبر به، ولا يدرى بعد ذلك أين ذهب. نعم. ولا وجه لكونه يذهب إلى مصر، قيل أنه ذهب للشام للخليفة في الشام، وهذا له احتمال، أما أنه ذهب إلى مصر فلا وجه لذلك، ليش يذهب إلى مصر؟ فمن أعظم الكذب وأعظم الافتراء أن يقال إن الحسين دفن في مصر أو رأسه. نعم. لكن لا يزالوا مصرين على هذا، وشيدوا مسجدا إلى الآن، وهم من أفضل المساجد عندهم، مسجد الحسين ومشهد الحسين. نعم. قال رحمه الله: وأصله أنه كان بعسقلان مشهد يقال إن فيه رأس الحسين، فحمل فيما قيل الرأس من هناك إلى مصر، وهو باطل باتفاق أهل العلم. نعم. لم يقل أحد من أهل العلم أن رأس الحسين كان بعسقلان، بل فيه أقوال ليس هذا منها. نعم. فإنه حمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة، حتى روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيظه. نعم. لما وضع بين يديه رأس الحسين رضي الله عنه، جاء فاضل المسلمين وشهدوا للحسين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وأنه صفت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبن زياد يريد غير ذلك، يريد أن يتشفى من الحسين، فعند الله. ذلك انغاض جدا وانقمع من عن قصده الذي أراد. نعم. حتى روي، وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت أمام يزيد بن معاوية بالشام، ولا يثبت ذلك، ولا يثبت أنه نقل أيضا إلى الشام، مع أنه قريب أنه ينقل للشام، لأن الخليفة في الشام، لكن ما ثبت أنه نقل إلى الشام. نعم. فإن الصحابة المسمين في الحديث إنما كانوا بالعراق. نعم. وكذلك مقابر كثيرة لأسماء رجال معروفين قد علم أنها ليست مقابرهم، فهذه المواضع ليست فيها فضيلة أصلا، وإن اعتقد الجاهلون أن لها فضيلة. نعم. هذه الأماكن التي يقال إن فيها قبور الفضلاء من الأولياء والصالحين، أول شيء هذا وهم وليس بحقيقة، وإنما هي أكاذيب وترويجات لأجل أن يضللوا بالناس، وثانيا لو ثبت أنها قبور أولياء أو صالحين فهي كسائر القبور، تحترم وتصان ولا تهان، لكن لا يغلى فيها ولا تعظم، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. قد قال صلى الله عليه وسلم لعلي أمير المؤمنين الذي ينتمي إليه الشيعة كذبا، وهو نفسه روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. أمير المؤمنين رضي الله عنه صرح بهذا، الذي هو كبير أهل البيت صرح بهذا. فلا يجوز البناء على القبور والأضرحة، لأن هذا وسيلة إلى تعظيمها والغلو فيها وعبادتها من دون الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: اللهم إلا أن يكون قبرا لرجل مسلم فيكون كسائر قبور المسلمين. إلا أن يكون هذا القبر، يعني لو ثبت فيه ميت، عن بعضها اكتشف أن ما فيها أحد، وإنما هو دعاية ووهم، لكن لو ثبت فيه ميت فيقال هذا مثل قبور المسلمين. ما ميزته على بقية القبور؟ قبور المسلمين تصان وتعظم وتكرم من الامتهان، وتسور وتمنع الاستطراق عليها وإلقاء القذورات فيها،
لأن لها حرمة، حرمة المسلم ميتا حرمته حيا، لكن تعظم ويغلى فيها ويرجى منها البركة وكشف الكربة وغير ذلك ويستغاث بها، هذا فعل المشركين. نعم. كسائر قبور المسلمين، قال ليس لها من الخصيصة ما يحسبه الجهال. خصيصة، ليس لها من الخصيصة ما يحسبه الجهال. نعم. وإن كانت القبور الصحيحة لا يجوز اتخاذها أعيادا. نعم، حتى القبور الصحيحة التي لها فضيلة لأصحابها، فضيلة ومكانة في الإسلام، لا يجوز الغلو فيها، بدءا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه، لا يجوز الغلو في القبور مطلقا، لأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. نعم. ولا يفعل ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة، فإذا انضاف إلى هذا أنها مكذوبة فهذا أشد إنكارا. نعم. أو تكون قبرا لرجل صالح غير مسمى فيكون من القسم الثاني، أو يكون نعم من القسم الثاني اللي ثبت له خصيصة لكن لا تقتضي تعظيمه والاعتقاد به، ولو كان قبر رجل صالح أو نبي أو ولي من أولياء الله فهو كسائر المسلمين. نعم. ومن هذا الباب أيضا مواضع يقال إن فيها أثر للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وكذلك الآثار، خلصنا من القبور فيها. نعم. آثار، يقولون هذا أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أثر قدم موسى عليه السلام في صخرة، فهو كمقام إبراهيم، يضاهون به مقام إبراهيم على الصخرة حين بناء الكعبة. نعم. ويضاهى به مقام إبراهيم الذي بمكة كما يقول الجحال في الصخرة التي ببيت المقدس، من أن فيها أثرا من وطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، أنه وطئ عليها وبقي أثر قدمه، هذا كذب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما وطئ صخرا، ولا إنما صلى في المسجد الأقصى وأما الأنبياء فيه ثم عرج به إلى السماء. نعم. وبلغني أن بعض الجهال يزعم أنها من وطئ الرب سبحانه وتعالى، هذا أشد، يظنون القدم هذه قدم الرب سبحانه وتعالى، ولا يستبعد هذا على الجهال، لأن الشياطين ما تقف عند حد. نعم. فيزعمون أن ذلك الأثر موضع القدم. نعم. إذن مسجد الصخرة ما القول فيه وهو جنب المسجد الأقصى؟ المسجد الأقصى ما هو مسجد الصخرة، دونه. نعم، جنوب من مسجد الصخرة. نعم نعم، بين الصخرة وبين الكعبة. نعم. لكن مسجد الصخرة يصلى فيه كأي مسجد؟ لا، المسلمون ما يصلون فيه. لا يصلون مسجد الصخرة، يصلون مسجد عمر الذي بناه عمر لما فتح الشام، ذهب إلى بيت المقدس وبوأ مكان المسجد وأقيم المسجد على ما كان عليه في زمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اللي هو المسجد الأقصى. أي نعم، اللي بناه عمر الحقيقة الذي هو بناه عمر. نعم. وهذا الذي خلفه يبدو في الصور مسجد هذا الصخرة. تعظمه النصارى واليهود يعظمونه، ليس تعظيمه من دين المسلمين. نعم. لكن المسلم منهي عنه أو مباح له يصلي فيه؟ ما يتركه، لا يقول فيه شيء، يصلي بالمسجد الموجود الآن. نعم. والقبة التي بنيت على الصخرة هذا من فعل عبد الملك بن مروان غفر الله له، اجتهاد منه وليس له ذلك، لكن فعل هذا. نعم. لكنه خطأ. خطأ. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: في مسجد القبلية دمشق يسمى مسجد القدم. بعد أيضا. نعم. أثر أيضا يقال إن ذلك أثر قدم موسى عليه السلام، وهذا باطل لا أصل له، ولم يقدم موسى دمشق ولا ما حولها. أهل الباطل ينتحلون هذه الأشياء وإن كانوا لا يحبون أصحابها، ولكن يريدون أن يغرروا بالناس إن هذا قدم موسى وهذا قدم محمد صلى الله عليه وسلم وهذا قدم الرب، حتى قال بعضهم إن أثر في الصخرة أنه قدم الرب عز وجل، فهم يريدون ترويج الكذب، فينتحلون اسم معظم وينسبونه إلى هذا المكان أو هذا الأثر لأجل أن يغرروا بالعوام. وكل دين المشركين ودين الجهال كله مبني على الأوهام، ما بني على أدلة ولا على براهين أبدا. نعم. نعم. وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين بناء على أنه رؤية في المنام هناك، هذه عمدتهم، ما عندهم دليل
من الكتاب والسنة، وإنما أدلتهم أوهام، إما رؤية أن النبي أو الرجل الصالح رؤي في هذا المكان، أو جبريل رؤي في هذا المكان، رؤيا، والرؤيا أكثرها من الشيطان، خصوصا هذه الرؤيا التي فيها تعظيم غير الله سبحانه وتعالى وتحدث وسيلة من وسائل الشرك، هذه من الشيطان أكيد. لأن الرؤيا على ثلاثة أقسام: قسم من حديث النفس وهو أضغاث أحلام، وقسم من الشيطان مثل هذه الرؤيا أن هذا قدم فلان وهذا أثر فلان أو رأيت فلان أو ما شبه ذلك، وقسم صحيح وهو ما يكون على يد ملك الرؤيا، هذا الأخير هذا هو الصحيح. نعم. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا يوجب لها فضيلة تقصد البقعة لأجلها وتتخذ مصلا بإجماع المسلمين. لو كانت الرؤية صحيحة وأنه رأى النبي في هذا المكان أو رجل صالح، فهذا لا يقتضي أن هذا المكان يعظم ولا يجعل له فضيلة على غيره من الأمكنة. نعم. وإنما يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب. نعم، الذين يعظمون آثار أنبيائهم، فهذه الأمة منهم من تشبه بأهل الكتاب فعظم الآثار، آثار الأنبياء والصالحين، وجعل لها مكانة في العبادة، وهذا من وسائل الشرك التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وربما صور فيها صورة النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح أو بعض أعضائه مضاهاة لأهل الكتاب. والنوع الثاني من شبهاتهم أنهم يصورون فيها صورة ويقولون هذه صورة فلان، صورة النبي، صورة إبراهيم، صورة موسى، أو يصورون الصالحين فيها كما صور قوم نوح الصالحين منهم فعبدوهم من دون الله عز وجل، وهذا من كيد الشيطان لبني آدم. ومن هنا جاء النهي الغليظ عن تعليق الصور وتعظيم الصور. نعم. قال: كما كان في بعض مساجد دمشق مسجد يسمى مسجد الكف، فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبي طالب حتى هدم الله ذلك الوثن. وكذلك هذا المسجد الذي في دمشق فيه صورة كف يقول إنها صورة كف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب ما جاء إلى الشام، ولا إنما كان في العراق بين مكة، بين المدينة والعراق، ما جاء إلى الشام أصلا. وما الذي جاء بكفه إذن إلى الشام إلا المخرفون الذين يشبهون على الناس. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي حمد العزاز، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.